يعني اكتر وقت اتكلم عن الجيش المصري ده بلد. انا ممثل وقدمني على اني ممثل الجيش وكان واخد عهد على نفسه اي حفله تبدا هنا لازم يبدا بالحفله بتاعت الجيش المصري وقت المسلحه المصريه ينزل حوالي 3 دقائق او 5 دقائق عن الجيش المصري. دي خدتها انا منه واعملها عندي دلوقتي في مصر. مشاعر متفقه كل واحد بيقول ده وانا اقول الجوانب الوطنيه. انا اتحدثت معاه كتير كان له الرغبه ان يعمل مؤتمر استثماري عندي عشان يحكي استثمار في شرم الشيخ وفي جنوب سوريا بس القدر ما عملوش. نتمنى ان احنا باذن الله نعمله الفتره الجايه وانا عارف يعني القيادات الموجوده والفنادق الكبيره الموجوده هنا في الحمراء الاكاديميه تستطيع. الدكتوره او السفيره زي ما بتحب ما تحبش تبقى وزيره على فكره تبقى بدايه السفيره لدينا مكرم قادر. ففي الحقيقه طبعا هذا الرجل كان بيمول. انا هتكلم على محافظتي. انا سنويا 35 منحه الابناء والمسلمين سنويا قدمت الشروق وجامعه بدر سنويا ولم اطلب منه شيء زي ما قال الدكتور علي مسلم دلوقتي وقال لي لا قال لي انت ضم لدرجه ان انا طلبت منه نفق بعت لي كميات يعني على مدار الثلاث اربع سنين اللي فاتت مش اقل من 200 300 يعني ممكن انا لما تيجوا شرم الشيخ هتشوفوا ما دي كلها تدعيم دي كلها نماء هو عامل.